بسم الله. هنشوف ان شاء الله مثال بسيط جدا على الشغل بالانشائي في برنامج الارشيكات. اول حاجه هقول له انا عايز كولوم، ندوس على كولوم مرتين عشان نظبط الخصائص بتاعته. هل انا عايز الكولوم ده مثلا من الجراوند ولا من تحت خالص؟ ممكن اكون عايز انزل تحت الجراوند ده مثلا بسالب 600 مثلا، هيبقى بالشكل دوت، او عايز اطلع فوق الدور الاول او لحد الدور التاني. كل الحاجات دي في ايدينا. المقاس بتاع الاستراكشرر العمود دوت، هبدأ احط العمود دوت. تمام. طيب عايز ابدأ انسخه، هاجي على احد الجوانب بتاعته واسحب، الاقي دي ظهرت لي بيقول لي انت عايز تعمل موف ولا كوبي ولا روتيت ولا، هقول له انا عايز مالتي بلاي، فبيقول لي انت عايز كام نسخة، هقول له مثلا خلوهم لي 4 نسخ. تمام. عايز بعد كده هتديني اول نقطة وتاني نقطة ولا اول نقطة واخر نقطة ولا هتعدها ازاي؟ هقول لا انا عايزها هديك اول نقطة وتاني نقطة وانت على اساسها احسب الباقي. اقول له اوكي. هبدأ الاقي العلامة ظهرت فيها علامة زائد، هبدأ واسحب ادوس شيفت على اساس تبقى المقاسات مظبوطة، وممكن اكتب المقاس اللي انا عايزه. تمام. طيب بعد ما دول اترسموا اروح اعمل عليهم سيلكت كده، ونفس الفكرة اجي كده. لو انا قلت له من اول هنا مالتي بلاي خلاص هو خلاص خد المقاس، او ممكن ادخل انا اغير زي ما انا عايز. تمام. يعني اقول له هنا هو ممكن نرسمها على طول، او لو انا مثلا عايز اغير الرقم بدل 4 مثلا اخليها 3 مثلا. اوكي. وابدأ اسحب ادوس شيفت مثلا اهو كده، العمدان بتاعتي اترسمت. تمام. هبدأ احط الفوتنج. الفوتنج ممكن ادخل على السلاب، بس هغير حاجة صغيرة في السلاب اللي هي element classification. تمام. هنا هدخل هنا اقول له ظبطها لي على انها فوتنج. تمام. طب المقاس بتاعك هتخليها ايه؟ هنبدأ نرسم احنا المقاس. اوكي. تمام. ممكن اجي ارسم المقاس بالشكل دوت، وممكن اكتبه اقول له مثلا 700 في 700 على سبيل المثال، وهمسك هنا وابدأ انقله. نفس الفكرة برضو لو انا عايز اعمل مالتي بلاي، بس هشوف المنظر في 3D، او ممكن اعمل هنا سيلكت ادخل جوه الخصائص هو موجود فين على الجراوند. طيب ادوس برضو F5 عشان اشوفه في 3D. تمام. اهو منظر بالشكل دوت. تمام. ممكن برضو نفس الفكرة اقول له انا عايز اعمل مالتي بلاي، وابدا اشوف انا عايز كام نسخة. اوكي. تمام. اهو اي حاجة اعرف لي بس كده. تمام. وهاجي هنا اروح معلم على دول برضو واقول له انا عايز انسخ 4. اوكي. طيب دلوقتي عايز ابدا احط المسلات، فهاجي هنا على البيم، بس هتاكد ان هو في الجراوند وان مفيش هنا مسافه. تمام. لان ممكن لو انا عايز احطه في سقف الجراوند اخليه في الدور الاول او الدور الثاني او اديله ارتفاع. تمام. هقول له اوكي وابدا ارسم. حسب بقى ما انت عايز ترسم، ممكن تكون انت عايز ترسمها مثلا من العمود للعمود او من القاعده للقاعده، فبترسم مثلا بالشكل دوت. تمام. اهو. او ممكن انت ترسم الجزء ده، يعني تبدا ترسم عمود والفوتنج والسيميلات بتاعته، وبعد ما تخلصه تاخده كوبي بيست في بيت المشروع وتعدل المقاسات زي ما انت عايز. تمام.
يعني الطريقتين كويسين، وانت شوف اني اللي اسهل لك، بحيث ان انت تعمل شغل الانشائي في برنامج الارشيكات، وان شاء الله برضو شغل الام اي بي هنعمله برضو في برنامج الارشيكات. ده بس كان مجرد مثال بسيط.